السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لعلكم جميعا بخير. النهاردة هنتكلم عن ملكة قاتلت جيش الإمبراطورية الرومانية في عزها، وهي الملكة أماني ريناس. حكمت مملكة كوش من 40 قبل الميلاد إلى 10 قبل الميلاد، وكوش دي هي السودان دلوقتي. ولقبت الملكة دي باللقبين كنداكة وقورة، والاثنين بيعنوا الملكة الحاكمة. وكانت مرات الملك تريتكس، وفضلت مرات الملك لا تحكم لحد ما مات جوزها سنة 25 قبل الميلاد وخلفته على العرش. ولما قام الرومان بغزو مصر عام 30 قبل الميلاد، عملت أماني ريناس هجمات على القوات الرومانية، وده علشان تبعدهم عن مملكتها وتخرج الرومان من أسوان. وكان جيشها صغير بالنسبة للجيش الروماني، عشان كده قررت تهاجم الرومان عن طريق عنصر المفاجأة. فقادت جيش عدده 30,000 مقاتل، ونجحت في أن تستولي على 3 مدن كانت تبع الحكم الروماني. وفي مدينة أسوان بقى بدأت المناوشات تدور بين الجيش الروماني بقيادة بيترنيوس وجيش مملكة كوش بقيادة أماني ريناس. واستمرت الحرب دي لمدة 4 سنوات، وكان هجومها ناجح وأسرت أسرى كتير ودمرت كتير من تماثيل أغسطس. ما اكتفتش بتدمير التماثيل وبس، لأ دي كمان خدت واحد منهم معاها إلى كوش، وقطعت راس التمثال ودفنته تحت مدخل قصرها عشان كل اللي داخل واللي خارج من القصر يدوس على راس عدوها أغسطس. وفي نقوش بتقول إنها أكلت القصر للأسود، ولكن الجيش الروماني ما استسلمش طبعا، وهجم على جيش كوش ورجع المدن اللي كان احتلها في مصر، وكمان احتل جزء من كوش واستعبد كتير من الكوشيين. ولكن ده كله ما خوفش أماني ريناس، بالعكس ده خلاها أقوى. وفي واحدة من المعارك اتصابت أماني على يد جندي روماني في إحدى عينيها وفقدت البصر فيها، وبعد ما خفت قادت جيشها لمعارك تاني ضد الرومان. وبعد كل المعارك دي قرر الطرفان انهم يعملوا معاهدة سلام، فيها اتفق أغسطس مع الملكة على اخراج جيشه من كوش وانهاء كل معسكراته والغاء الضرائب. وتوفيت أماني ريناس عام 10 قبل الميلاد. بعد أماني ريناس حكمت مملكة كوش ملكتين كانوا من اقوى الملكات، أماني شكتو وأماني تاري، وحموا إرثها القوي في النوبة من الرومان. وانتهت مملكة كوش بعد حوالي 400 سنة من معاهدة السلام في 350 ميلادية. ولكن للأسف ما تعرفش كتير عن المملكة دي، لأن محدش قدر يترجم لغتهم، والقليل اللي عرفناه عنهم كان من كتابات الحضارة التانية زي الحضارة المصرية. وبكده انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة، أتمنى يكون عجبكم. ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.